بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اليوم إن شاء الله يعني بفكر له لسه في عنوان يعني، بس احنا هنتكلم عن خطاب القرآن إن هو بيتناسب مع كل الأوضاع اللي بيمر بيها الإنسان، وده يكون في جزء من استكمال اللقاء السابق، وأوضح يعني إيه العلاقة بين لقاء اليوم ولقاء الأسبوع الماضي. وأهم يعني أمرين من أوامر القرآنية اللي هنحاول نتكلم عنها النهاردة قول الله سبحانه وتعالى فاصدع، قول الله سبحانه وتعالى فاصبر. نتكلم عن الصدع والصبر، تمام؟ إيه الفكرة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة؟ آخر حاجة تكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما تكلمنا إن سألنا سؤال هل الإسلام دين له تصور نهائي صلب عايز يوصله ينزل يطبقه على المجتمعات، ولا الإسلام قابل أنه يتشكل ويعطي إجابات على حسب المجتمع اللي بنعيش فيه؟ يعني لو خدنا الإسلام ودنا أوروبا أو ودنا أمريكا أو ودنا الحبشة زمان لما الصحابة هاجروا إلى الحبشة، هل الإسلام يقدر يتعايش في أي مجتمع حتى لو كان هو مستضعف وكان جالية مستضعفة قليلة، ولا الإسلام لما بيروح مكان بيصمم في المكان ده إن هو يوصل للتصور بتاعه فيطبق التصور بتاعه كاملا؟ يعني الإسلام عنده تصور عن العلاقة بين الرجل والمرأة، عنده تصور عن الاقتصاد، عنده تصور عن السياسة، عنده تصور عن إدارة الحياة، عنده تصور عن التعليم، عنده تصور إيه الأشياء المركزية وإيه الأشياء الفرعية. فهل الإسلام لو راح لمكان بيصمم على التصور بتاعه ده، ولا بيتخلى عن هذا التصور وبيتعايش؟ وقلنا ان الاثنين، الإسلام عنده إجابات لكل الأسئلة اللي بتواجه المسلم ايا كان المسلم، في كان من اصحاب الكهف في قلة مستضعفة، كان مع صاحب الجنتين، كان مع ذي القرنين، ايا كان المراحل اللي ممكن يمر بها الإسلام من قمة الاستضعاف الى قمة التمكين، الإسلام بيعطي إجابات يقولك تعمل ايه في اللحظة دي. يعني لو في مجموعة مسلمة مستضعفة موجودة في روسيا مثلا أيام انتشار الاشتراكية، هل له مندوحة أنه يخبئ مثلا المصحف وأنه يختبئ بإيمانه؟ نقول له أيوة. هل لو عذب يقول كلمة الكفر؟ نقول له أيوة. هل هو هنا مش مطالب بكثير من أحكام الشريعة أن يطبقها؟ نقول له أيوة، أنت هنا في مرحلة استضعاف. لكن نقول له احذر وانت في المكان ده ان انت تشرع إن هذه الامور وتقول هذا هو الاسلام النهائي خلاص، وتقول الاسلام لا يسعى لشيء اعلى من ده، تمام؟ بفتكر بس نظيم الدرس الماضي عشان نربطها بلقاء اليوم. القرآن هو الخطاب الوحيد اللي انت لما ترتبط به ما تشعرش بتناقض بين مبادئك وافكارك وبين الواقع اللي انت عايشه، لان المشكلة ان الانسان بيتبنى خطاب معين، بيتبنى رؤية معينة، الرؤية دي قد يحدث بينها وبين ما يراه في الواقع تناقض. يعني مثلا لو انت بتتلقى خطاب شرعي لكن مش من الوحي، مش مستمد كله من الوحي، انت ممكن يحصل جواك تناقض، هو ازاي احنا مسلمين وبعدين احنا مهزومين كده؟ فيبدأ تناقض. مثلا انت تلقيت خطابه ده صح، ان الله سبحانه وتعالى ينصر المتقين وان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، فتبدأ تشوف ايه ده، الظلم منتشر في الواقع وفين ربنا؟ فممكن تبدأ تشعر بتناقضات بين المبادئ اللي انت بتتبناه بالواقع اللي انت شايفه، ان ربنا سبحانه وتعالى وزع الارزاق، الله سبحانه وتعالى الرزاق سبحانه وتعالى خير الرازقين، فتبدأ تقول ايه ده، طب ما انا بمر بظروف فقر، وشمعنا فلان اغنى مني وفلان ما عندوش الامكانيات اللي عندي؟ طب وتبدأ تشوف اشياء في الواقع تعمل لك نوع من الضغط عليك وتقول ايه ده، هو احنا متناقضين ولا ايه؟ وده اللي بيحصل مع الأفكار التانية لما بتنشأ فكرة زي الاشتراكية مثلا وتتبنى رؤية معينة، وبعدين الرؤية دي تتصادم مع فطرة الناس، تتصادم مع الواقع. الواقع في الماديات مش هينفع الناس تشترك في المال، مش هينفع، فيبدأ يحصل تناقض فتنهار الحضارة دي، فتطلع فكرة تانية، فالفكرة دي تتناقض مع الواقع، التناقضات دي تخلي المبادئ دي تسقط وتنهار. الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في الوحي ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
لو القرآن جاي من غير ربنا سبحانه وتعالى، لو المصدر غير الله سبحانه وتعالى، كنت هتشعر بتناقضات، تقول ايه ده، هو ازاي اللي انا مؤمن بيه بيتناقض مع اللي انا شايفه في الواقع ده، فهضطر اسيبه. القرآن هو الخطاب الاوحد، وركز معايا، القرآن هو الخطاب الاوحد اللي انت ممكن تبقى متمسك بيه وما تشعرش باي تناقض مهما كانت الاحداث اللي بتحدث حولك، سواء انت كنت في قمة الاستضعاف او قمة التمكين. عندك في الوحي اجابات لكل شيء بيحدث قدامك. ومش بس كده، القرآن هو الخطاب المناسب لكل مرحلة. بمعنى انت ممكن في قمة الاستضعاف يطلع واحد يتكلم عن قضية الصبر، وده خطاب حقيقي. يعني انا كنت مدي امسية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكم تستعجلون. ممكن واحد يقدم هذا الخطاب، لو الخطاب ده مش مستمد كاملا من الوحي، تشعر في نهاية الخطاب ايه ده، يعني هو بشرعا للطغاة مثلا، شرعا للاستسلام، يعني احنا ما نعملش حاجة، ما ناخدش خطوات للامام. مفهوم الصبر عنده اللي هو ايه؟ هل الصبر عنده اللي هو انك تنكفئ ذاتيا على عبادتك فقط وتنشغل بعبادتك؟ وده موجود وفي استدلالات موجودة ونستدل بها، قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فممكن واحد لو بيستمد خطابه مجتزأ من الوحي، ممكن يقدم خطاب ظاهره نوع من الاستسلام والرعونة، وأنك أنت هتشرع عن الواقع، مع أن جزء من خطابه صح، أنك أنت لا تتعجل شيء، ما تروحش زي ما قلنا زي ما داعش مثلا عملت، او روح ان انت تموت المسلمين، طب ما ده نوع من الفتنة ايضا. فبالتالي وهوضح التفاصيل دلوقتي، يعني معلش هو الكلام صعب كده لكن هيتفك دلوقتي لما نجيب مثال من سورة الحجر ومثال من سورة غافر، ونمشي كده مع بعض بنوع من السلاسة، نقرأ الايات القرآنية وتشوف ازاي الايات بتطوف بيك، وان مفيش اي بشر يستطيع انه يجمع كل المعاني دي في خطاب واحد. يعني مثلا احنا عايشين في واقع مستضعف، ناس بتموت في غزة واحنا مش قادرين نعمل شيء، والدماء بتسيل وفي قمة الخزي والعار اللي احنا عايشين فيه. طيب واحد متحمس احنا لازم نعمل كذا، فانت بتقول له خليك واقعي، هتعمل ايه، انت ليس امامك الا الصبر. لا، الجملة دي فقط في حد ذاتها الوحدة هي صحيحة، لكن هي تقدم فقط لا ناقص. في فارق بين الفكرة، ركزوا برضو في الحتة دي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فارق بين فكرة خاطئة وفكرة ناقصة. فكرة الخاطئة ترد مطلقا لأنها ليست مستمدة من الوحي. فكرة الناقصة هي صحيحة لكن تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى إيه؟ تكميل، أنك تكملها. الفكرة الخاطئة لما حد يقول لك فكرة خاطئة تقول لا هذه ليست مستمدة من الوحي، بترجعها تقول لا لا أقبل هذا الكلام أصلا. فكرة ناقصة هي صحيحة لكن تحتاج إلى تكميل. فانت ازاي عايز تقدم للشباب المسلم الان اللي في يعني في كل الارض قاعد بيتفرج على الاحداث، عايز تقدم له خطاب ازاي ان هو ما يبقاش عنده حماسة، نوع من التعجل تخليه يعمل مفاسد، وفي نفس الوقت مش معناه انه يستسلم تماما، وفي نفس الوقت انت عايز تقول له ايوه انت مطالب بتحسين النسيج المجتمعي عشان تطلع خطوة للامام، ومحتاج ان في اماكن محتاج تتكسر عشان انت تاخد خطوة اعلى شوية، وما ينفعش تستسلم، وحياتك محتاجة تتغير. ازاي تجمع كل الخطابات دي بنوع من التوازن؟ ده موجود في الوحي. ازاي ما تيأسش؟ ازاي انك مش عارف تعمل امداد مباشر لاخوانك ولسنوات قد تطول، وايضا لا تيأس ومستمر في السعي، ولا تنكب على دنياك فقط، وان خطاب اصبر لا يحولك الى شخص مهتم بالدنيا فقط، وانك انت خلاص بتنكفئ ذاتيا زي ما كتير من الناس قاعد يتفرج على احداث فلسطين زمان ويشوف الاحداث المسلمين وفي الاخر خلاص هعمل ايه، يعني اسافر اشتغل بره، قالك احنا كنا هنعمل ايه يعني. والان بيتكرر نفس الامر طول الفتره الزمنيه، بيخلي الناس طيب ايوه احنا هنعمل ايه يعني. القران هو اللي بيحافظ على هذه الجمره بداخلك لا تنطفئ مهما طال البلاء، لانه بيعطيك خطاب متكامل، مش بس خطاب صحيح، وطبعا خطاب صحيح لكنه خطاب متكامل. دي خطوره ان احنا نجتزئ جزء من خطاب الوحي ويقدم للناس في زمن ما، فيبدا يمكن يفهم ايوه انت عايزني اتحمس مثلا حماسة تؤدي الى نوع من المفاسد وقتل المسلمين، لا طب انت عايزني اصبر. يعني اوقات انت بتيجي تدي درس عن الصبر يدخل لك في التعليقات انتوا عبيد للطغاة يا اولاد، مش انتوا كذا، وانتوا عايزيننا ان احنا، طب خلاص يا سيدي انا غلطان، شوف انت هتعمل ايه.
أو واحد فعلا يقدم خطاب احنا هنعمل ايه واحنا يعني كل دولة مضطرة تنكفئ على ذاتها وخلاص الحدود مرسومة وده واقع احنا لازم نقبل به ويؤصل شرعا لده وبالتالي احنا نصبر وان كل واحد يركز في حياته ويركز في دينه واقيم الصلاة وآتوا الزكاة وقدم جزء من الخطاب ده صحيح هو ليس خاطئا لكنه ناقص. لا هو خطاب الوحي مش كده, خطاب الوحي اكمل من كده. خطاب الوحي لما بيقول لك اصبر بيطوف بيك الأول في رحلات كتيرة جدا فأنت بتصبر عندك مفهوم للصبر مختلف اللي أنا لما دينا درس ومنهم من ينتظر سميناه الانتظار الإيجابي مش منتظر يعني قاعد كده وخلاص. أيوة ما هو طول فترة الجلوس بدون عمل يتخليك تقول طب وأنا قاعد بعمل إيه, وده اللي بيحصل مع كتير من الناس ان حماسة الامر كان في قمة الحماسة ويضحي وهسيب شغل انت عشان دين ربنا وهسيب العمل عند الكفار ولا مش عارف ايه, وتجد وبعد كده مع الوقت ده بيقل بيقل لك خلاص انا هعمل ايه يعني, ان هو تلقى خطاب حماسي ما تلقاش تأصيل كامل من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك انا اخترت امرين قد تشعر والاثنين في المرحلة المكية والاثنين في قمة الاستضعاف قد تشعر بظاهر الامرين في تناقض, اصدع فاصدع بما تؤبر فاصبر إن وعد الله هي حق. مفيش تناقض بين اصبر وبين اصدع. أيوة ما أنت محتاج الصدع ده ونشرحه إن شاء الله في سورة الحجر. أنت بتكسر شيء عشان عايز تكسر, عايز تقترب خطوة للأمام, أنت مش راضي بالمفتوح لك ده, وفي جزء من المفتوح أنت محتاج تاخد الأرض دي, وفي جزء من الناس أنت محتاج يكونوا في صف الدين وفي نصرة الدين الله سبحانه وتعالى. أنت ليه قاعد ساكت منتظر إيه اللي هيحصل يعني؟ مين اللي هياخد الشبر ده؟ ما ربنا فتح لك شبر الآن, ما انت قرب إلي شبرا انت قربت إلي ذراع. انت الذراع اللي انت منتظره او النصرة لإخوانك اللي انت عايزها مش قادر عليها الوقت, لكن في مسافة مفتوحة ليه ما بتصدعش بيها؟ ليه ما بتاخدش خطوة الأمام؟ سواء في على نفسك على إيمانك على عقيدتك مع إخوانك ليه ما بتاخدش خطوات الأمام؟ وفي نفس الوقت اصبر, انت عايز الحلول النهائية, لا اصبر إن وعد الله حق. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك, ممكن وانت قاعد بتكسر في يعني الخطوة اللي عملوها في 7 أكتوبر دي, هو ما كسرش كل حاجة, هو خطوة انت قاعد بتكسر في بعض الحواجز اللي محطوطة لك, بس انت ممكن ما تعرفش آخر حاجة زي الكسر امتى ولا انت منتظره أصلا, انت سايبه لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المعنى اللي أنا عايز أخرج بيه النهاردة, نحن نحتاج في هذا الواقع الى المحكمات المكية, وده اللي انا ختمت بيه الدرس اللي فات. لما واحد يقول لي ايوه يعني انا مالي ومال القصة اللي انت بتتكلم فيها دي كلها, بتتكلم عن اهل العلم وعن الاسلام وتطبيقه, انا مالي ومال القصة دي, ختمت في الاخر ان انت محتاج تتشبث بالمحكمات المكية. حتى الامام الشاطبي له كلمة جميلة بيقول ان كل الاوامر اللي جات في المدينة هي فروع لمحكمات مكية ذكرت في مكة, يعني درجة حتى يعني فصل. طب الجهاد, احد قال له طب الجهاد, الجهاد في المدينه فين, فين الـ الـ الاصل بتاعه في مكه فين؟ قال الامر معروف ونهي عن منكر, ان الامر معروف ونهي عن منكر جاء اشارات له في مكه والتطبيق التفصيلي بتاعه في المدينه. فانت عندك محكمات موجوده في القران المكي, التوحيد, الصلاه, الاحسان الى الناس, الانفاق مطلقا, الانصبه, النصاب جه في المدينه, فالتفاصيل التطبيقات الفروع جت في المدينة, أصول هذا الدين ذكرت في مكة, دي محكمات أنت بتحاول تطبق ما تستطيع منها. فبالتالي ما هي علاقتك بالقرآن المكي؟ القرآن المكي تلتين القرآن, أنت متخيل يعني إيه إن غالب الأحكام الشرعية موجودة في المدينة, أمال القرآن تلتين مكي بيقول إيه؟ يعني الأحكام تفاصيلها غالبها في المدينة, امال القرآن المكي بيقول ايه؟ يعني ما سألناش نفسنا ايوه هو القرآن المكي بيقول ايه ده؟ يعني انت عندك تلتين المصحف تقريبا مكي, ماذا يقول لنا القرآن المكي؟ القرآن بيقول للصحابة ايه في مكة طول الفترة دي؟ بيقول لهم ايه يعني الفترة الطويلة دي كلها؟ بيقول لهم ايه كل هذه السنوات؟ ماذا يؤصل القرآن المكي؟ وده من رحمة ربنا, لأن لما تيجي تشوف دورة التمكين والاستضعاف في أمة الإسلام على مدار التاريخ تجد أن فترات الاستضعاف اللي بيمر بيها المسلمين أطول من فترات التمكين, فعندهم مرجع
ان القرآن مقدم لهم اصلا ان هو عنده تلتين القرآن كانوا في استضعاف وتلت كانوا في التمكين، والتقسيمة ليست حادة بهذه الطريقة. الشاهد احنا هناخد لو معنا وقت يعني نموذج من سورة الحجر ازاي ختمت فاصدع بما تؤمر، ونموذج من سورة غافر ازاي ختمت فاصبر ان وعد الله حق، ونشوف ازاي القرآن لما بيطلب منك الامر بيقول لك ايه قبلها. وده الفارق ما بين ان المفروض يكون كلام الدعاء هو مجرد اشارات ومحاولة لكسر الحواجز وربط الناس بالوحي، لان لن نستطيع ان نقدم يعني كمال ما يقدم في الوحي، مستحيل. حتى التفسير هو التفسير محاولة، تفسير يا جماعة اشبه بالترجمة. يعني انت لما شخص عربي متذوق معاني القرآن ويعني ما عندوش العجمة في علاقته بالوحي، واحد بيسمع القرآن ويعني في حالة من الايه من التغني بهذا الوحي، وبعدين واحد بيقول له اشرح لي كده ايه اللي انت بتسمعه، واللي بيسأله ده اعجمي لا يفقه في اللغة العربية اصلا شيئا، فانت بتترجم له، هو هنا بيوصل له المعاني لكن نفس الكلام لسه هو محتاج يتذوقه. التفسير كده، التفسير اشبه بالترجمة، لكن انت محتاج انت هذا الوحي ينزل على قلبك انت. يعني انت محتاج تترك هذه الايات تنزل متتالية على قلبك، انت محتاج تسيب الايات تقعد تمطر كده، عارف لما تاخد السورة حدر ورا بعضها تقوم تصلي بيها في ركعة، انت محتاج الايات المتتالية دي تنزل على قلبك انت. خلاص انت سمعت التفسير وسمعت وقرأت كلام السلف وحد ساعدك في فهم الايات وفي ربط الايات وفي التربويات في الايات، قوم بقى انت صلي. القرآن عزيز، جزء كبير من فهمك لكتاب الله لن يتم الا بقيامك به انت، والقيام بالمعنيين، قيامك يعني تطبيقك، والقيام اللي هو القيام الحقيقي انك تقف تصلي. هذا الدين لن يفتح له الا من قام به، مش كل تلقيه ذهني. ما ينفعش تلقيك، يعني لو احنا اتكلمنا عن سورة الحجر، واضح احنا مش هنتكلم يعني، بس لو احنا اتكلمنا عن سورة الحجر، هو انت متصور ان تلقي معاني سورة الحجر انك تسمع فيها درس بس؟ لا، دي معاني بتذوب. ده انت عما تطلع وتروح وتقابل كم فتنة وكم شهوة وكم مشكلة وكم خناقة في الاسبوع، طارت المعاني. عايز المعاني تثبت، قم بهذه السورة، قم صلي بيها كذا مرة، وقم بما فيها من افعال اللي تقدر تعمله فيها طبقه، واعصر ذهنك انك تقعد تفهم الايات. لازم ليك جهدك الخاص، ده كلام الله سبحانه وتعالى، انت محتاج تطبق ده. يعني انت القرآن المكي، اسأل نفسك كده انا قضيت وقت معاه قد ايه. فالقرآن من عزته، يعني شوف الواحد ما بيجي في رمضان بيستغرب، احنا طول الليل انت واقف عشان تسمع الوحي، ما تقعدش اقف ان كنت لم تستطع يعني فبتجلس، لكن شوف التأدب مع الوحي، انك واقف الامام واقف بيقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، تقرأ القرآن وانت واقف وتسمع كلام ربنا وانت واقف، بتقوم لهذا الوحي لانه شيء عظيم محتاج قومة لتتلقى هذه المعاني. سريعا كده نبص في سورة الحجر، القرآن كما قلنا هو بيخاطب نفس بشرية، النفس البشرية دي مليئة المشاعر. فربنا في سورة الحجر، سورة الحجر بدأت بألف لام راء، وألف لام راء مجموعة من السور، بدأت من يونس ثم هود ثم يوسف ثم الرعد فيها زيادة ميم ألف لام ميم راء ثم إبراهيم ثم الحجر. يعني عندنا مجموعة تقريبا لو قلنا الرعد معهم تقريبا ست سور، والحجر خاتمت هذه السور التي فتحت بألف لام راء. وأظن والله أعلم، ده اجتهاد قد يكون خاطئا، إن يعني أنا أرى في مجموعة السور المقطعة في القرآن اللي بتبدأ بنفس الحروف المقطعة، إن هذه السور مش عايز أقول لها موضوع واحد، عايز أقول كلمة أعمق من كده شوية، هي بتخوض معركة معينة. يعني حاميم، آل حاميم السبع سور دي معركة، الطواسين الثلاثة دي معركة، والطواسين على طول بعدها ألف لام ميم المكي دي معركة، استمرار لمعركة الطواسين. يعني المعركة اللي افتتحت في الشعراء ثم النمل ثم القصص أكملتها العنكبوت ثم الروم ثم لقمان ثم السجدة، خلاص في الآخر مواجهة الأحزاب. فبيكون لو المعنى ده صحيح، بيكون ختام السورة اللي في آخر المجموعة، يعني مثلا ختام القصص دي في آخر الطواسين،
السجدة ده في ختام ألف لام ميم المكي، الأحقاف ختام حاميم، الحجر ختام ألف لام راء. انتوا فصلتوا صح؟ صلوا على ما المفروض تكون حافظ ومستحضر ترتيب القرآن. فالحجر هي آخر سورة من ألف لام راء اللي افتتحت المعركة بإيه؟ بيونس. وعشان تفهم المعركة بتحتاج تقرأ السورة الأولى كويس، يعني عشان تفهم معركة آل حاميم بتحتاج تقرأ غافر كويس. عشان تفهم آخر صفحة في الأحقاف، آخر صفحة في الأحقاف إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وختمت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. خلاص طول المعركة بتاعت آل حاميم معركة احنا بنخوض مع المشركين معركة في آيات الله، احنا عمالين نوريهم آيات الله وهم يجادلون في آيات الله طول آل حاميم. في الآخر خالص ربنا بيقول لك هم مش مقتنعين، أنا أجيب لك ناس تانية، خلق تاني خالص من الجن، وانت محتاج تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تيجي بعدها على طول خلاص الذين كفروا وصدوا عن سبيل القتال بعد معركة آل حاميم، هؤلاء لا ينفع معهم معركة الجدال في آيات الله، تنتقل لمعركة أخرى اللي هي سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام راء كده، الحجر ده ختام معركة طويلة في ألف لام راء. لما تعوز تفهم الواقع اللي نزلت فيه السورة، عايز أعرف الواقع اللي نزلت فيه السورة أعرفه إزاي؟ عندنا كذا طريقة، منها مثلا أسباب النزول، بتبحث لو السورة ليها نوع من الترابط معين بتبحث هل في حدث، تقعد تتحسس كده في حدث معين، في قصة، طب القصة دي مرتبطة بحدث. يعني مثلا لو احنا في القرآن، ودي بتبقى مشكلة في القرآن المكي، يعني القرآن المدني مليان أحداث، فأنت لما تلاقي مثلا حديث الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة، غزوة، حد من اليهود عمل موقف، خلاص ده في السنة الخامسة من الهجرة، دي السنة السادسة، بتعرف شوية الموقع والزمان اللي نزلت فيه سورة. القرآن المكي متقارب. طب الطريقة التانية، يعني مثلا القرآن المكي هتشوف هل في ذكر الإسراء، الأحداث الضخمة اللي حصلت في مكة، الهجرة للحبشة، حد من وفاة السيدة خديجة، الأحداث انت قاعد بتتلمس ايه اللي مذكور في الآيات، بيذكر حدث حصل معين في مكة. أو طريقة تانية، الألفاظ التي خصت بها هذه السورة، أفردت للسورة أو تكررت في السورة، قاعد بتتلمس كده الوضع اللي في السورة هنا ايه. تيجي تبص سورة الحجر مثلا، سورة الحجر بدأت غالب الحروف المقطعة بدأت بذكر الوحي، فبنبدأ من بعدها آية 2، ربما في قراءة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بداية غريبة لم تأتي إلا في هذه السورة. طيب هيجي عليهم وقت ويتمنوا الإسلام، إن القرآن يبدأ بهذه الحقيقة، يبقى الواقع بيقول عكس كده، القرآن بيقول لك دعك مما يفعله الكفار الآن، لا سيأتي وقت عكس ما ترونه، يبقى الواقع ان مش ده الواقع، الواقع الكفار. لذلك الآية اللي بعدها على طول هو يوضح لك الواقع الحقيقي، ظهرهم ايه، ايه واقع الكفار، بيعملوا واقع الكفار، يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل، ده واقع الكفار، قمة التمتع، قمة اللهو والإعراض. فصورة الحجر في حالة من قمة الإعراض. طيب انت لما تحب تجيب استنباط زي ده لازم يكون له أخوات، عشان دايما انا بتجيب معنى، لو لقيته متواتر يبقى انت كده بتقترب من المعنى ده صح، لقيت شاهد واثنين وثلاثة واربعة انت كده المعنى ده بيقترب من الصح. بصوا كده ايه الألفاظ اللي في السورة تدل ان هما في حالة من البعد التام والإعراض التام. ها في السورة كما انا قلت زارهم بقى، دور في السورة، اصحى يا ابني، ها في لفظة كده جات في ايه، نسلكه ماشي، ده ان هو هنشرح لو جمعنا وقت، يعني ايه نسلكه، الهاء بتعود على ايه، هل على التكذيب وده الارجح وده قول الجماهير، ولا القرآن، والسلك في نوع من الادخال بنوع من فهنا القلوب ملئت بالتكذيب. ايه تاني قمة الاعراض، ها سكرت يعني ربنا بيقول في سورة الحجر هنا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما ايه سكرت، واللفظة دي لها معنى جاي الوقتي قريب الحروف دي، ايوه ها لفي سك لعمرك انهم لفي
سكراتهم يعمهون. دي الاجتماع الالفاظ دي ما جاش غير هنا. حاله من السكره، حاله من ان انت لو جبت له، انت قاعد من اول يونس بتوري له الايات، زيك ربنا بيقول فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. كل الناس بتشوف الايات مش راضيه تؤمن، وما تغني الايات والنذر. انت قاعد بتوري له الايات من اول يونس، هو معرض مش عايز يشوف، مش عايز يشوف قمه الاعراض. في الحجر ربنا بيقول لك ده انت لو جبته كده اهو وطلعت وتقول شايف الايات اهي اهي، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها رجل. لك لا 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 انت اكيد ضحكت علينا. انما سكرت ابصارهم، وحاله من قمه الشهوه، لفي سكرتهم يعمهون. تمام. ايضا مش بس كده، مش بس وصلوا لحاله من الاعراض والبعد والتمتع والطغيان، لا ده حاله من انه وصل للحاله دي وعايش في حاله من الامان، مش خايف. يعني مش مثلا انت بتمثل له شيء مقلق، لا لا لا. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، هنا في الحجر ايه؟ آمنين. في الشعراء فارهين. لذلك بعض من الكتير اللي اتكلموا في تفسير الموضوع سورة الحجر قالوا بتتكلم عن الحفظ، سواء الحفظ والأمن، سواء الحفظ والأمن الوهمي اللي الكفار عايشين فيه، او الحفظ والأمن اللي بيجلبه الوحي. وإن كان شايف معنى السورة اعمق من كده، وجمعوا يعني ايه اللي اتكلموا في كده، جابوا شواهد، قال الحفظ تكرر، حفظ الوحي وحفظ السماء وحفظ عباد الله المخلصين من الشيطان، وهم حبوا يحفظوا نفسهم من من نوائب الدهر. لان يعني ايه؟ يعني ايه وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين؟ يعني ايه امنين؟ امنين من ايه؟ ها حد عارف؟ امنين هنا جاي حال مش سامع. ده قول ان هم قال اللي قبلهم اهلكوا بالريح، فهم حبوا يعيشوا في حاله من، فلذلك كتير مفسرين قال ليه امنين من عذاب الله او من نوائب الدهر. هو عايش جوه الجبل، ايه اللي هيحصل يعني؟ لا الجبل هيتهد ولا تيجي، قاعد جوه الجبل مستخبي يعني، هو حاسس بنوع من الامن. وبعضهم قال امنين من تقلب الزمان. الوحيد اللي لقيته قال معنى غريب شويه، ما لقيتش حد قاله يعني، كان ابن كثير قال آمنين يعني جابها حال من لحظة النحت، يعني وهو لسه بينحت البيت هو أصلا كان آمن، ما كانش محتاج يعمل كده. هم العمل ده ليه؟ قال فخرا وبطرا ورياء الناس، تكبرا يعني. يعني هو ما كانش محتاج يروح ينحت البيت، هم عملت كده ليه؟ بلطجة يعني. إيه اللي هو بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اللي هو حالة من الطغيان المادي. فده يبقى الواقع. خد بالك عدوك دلوقتي متمتع ملهي بالحياة، بيأكل ويلهو الأمل، عايش في قمة الإعراض، مش عايز يسمع. عارف لما تيجي تقول له عايز، يقول لك مش عايز اسمع حاجة أصلا، وبيظن أنه آمن، معاه قوة تديله الأمن وأنت بالنسبة له لا شيء. وفي نفس الوقت قاعد عامل عليك أنت حصار، أنت محاصر، هو قاعد بيحاول ان انت لا تصل العالم الخارجي. ده موجود نستشفه منين؟ من السورة. عايز يحصرك، عايز يمنعك من الخروج. تاني كده الصوت قال ايه بقى؟ ايوه احسنت. اولم ننهك عن العالمين، لأنك وإن كان الغالب فسرها إنه له علاقة بالشهوات، يعني أقول لك ما استضيفش حد، لأنك لو استضفت حد إنه مارس معاه الفاحشة، لكن هو عايز يقطع علاقة النبي بأي حد. لفظ الصدع أصلاً إن شاء الله ممكن نتكلم عنه، الصدع ده خلينا نتكلم عنه دلوقتي. الصدع قالوا الصديع الفجر اللي بيشق الظلام، قالوا صدع يأتي على شيء ملتئم يكسره. أمال قالوا طب لما ده أصل معناه اللغوي، أمال ليه المفسرين قالوا فامضي لما تؤمر وافرق بين الحق والباطل؟ لك ما هو ظهور الشيء في شيء ظهور الحق في شيء حاجبه، الحق مش عارف يظهر، والشيء اللي حاجب الحق ده ملتئم ومتماسك. أنت محتاج تكسر في التئام المشركين ده عشان أنت تظهر. هو عامل عليك حائط صد منعك من الظهور. وده أحد معاني على فكرة الحجر. الحجر فيها معنى الإحاطة والأمن، وده بيجمع معاني السورة وتسمت الحجر. وذلك هنا أصحاب الحجر
هو عامل نوع انه محوط نفسه امان وفي نفس الوقت انت ما تعرفش تخترقه. خلاص هو بيحيط بيك، ودي اعلى نقطة اهل الباطل بيحاولوا يوصلوا لها. واذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. اول حاجة عايز يعملها معاك اللي لو نجح مش هيضطر انه يقتلك، ومش عايز يقتلك، هو بيأجل ده. وطبعا اسوأ حاجة معاه يعني اسوأ قرار ياخده بالنسبة له يعني، يعني عنده مصالح ومفاسد، هو عنده الاول يثبتك اولى، ما كانش خلاص نقتله، ما كانش يخرجك. اخراجك ده بالنسبة له مشكلة، لان انت ما تخرج ممكن تروح لقوة تانية زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ معاك الاول يثبتك، يثبتك يعني يمنعك من الحركة. لذلك بعضهم قال يسجنك او يسحرك، اللي هو عايزك تتوقف عن الحركة، عايزك تتجمد ما تعملش حاجة. وده للأسف احنا احيانا بنعمله في نفسنا، انت احيانا بتثبت نفسك فتمنع عن الحركة، قدامك فرص تعملها لا انت ممتنع عن الحركة. هو يقصد ذلك، هو بيعمل نوع من الإغارات النفسية والفكرية والبدنية وقتل الناس وعلى مستوى النفوس عشان يعملك حالة من القهر النفسي عشان تتوقف تعملش حاجة. والآية دي في الأنفال، وإذ غدوت، الآية اللي هي وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، وأولها سورة كما أخرجك ربك من بيتك، أنت لازم تخرج. فهو هنا في سورة الحجر الواقع مظلم، سكرة، عمه، الأمل، التمتع، آمنين، سيطرة على القوة. الخطاب اللي أنا محتاجه في واقع زي ده، الخطاب اللي ختم بيه اصدع بما تؤمر. بس قبل ما ربنا يقول لك، لأن القرآن بيخاطب نفس بشرية طوف بها، قال لك بداية عجيبة، شايف الواقع اللي أنت شايفه ده، هيجي وقت ودول يتمنوا يكونوا مسلمين، دول المنعمين اللي معهم قوة، اللي عايش في أمن، اللي بادئ يسيطر علي. ومن معاني سيطرة في السورة برضو كما أنزلنا على المقتسمين، من معانيها لها ثلاث معاني أو أربعة، من معانيها اقتسموا طرق مكة، أي حد داخل يمنعه الدخول ويقولوا له ده ساحر ويوزعوا عليه الكرسف ويخوفوه ويدلوا شبهات، هو عايز يحاصرك. فتتخيل أنت محاصر مستضعف، معكش مادة تحارب بيها، معكش الدنيا، قلة، وربنا بيقولك فاصدع. طب ازاي؟ العجيب ان القرآن يبدأ يقولك الواقع اللي انت شايفه ده هيتغير، هيجي وقت الكافر يتمنى يكون مسلم. قالوا اما في الدنيا بتمكين اهل الاسلام او بما يرون يوم القيامة من العذاب. وكثير مفسرين ربطها بيوم القيامة، وبعضهم بيربطها بالدنيا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم، اوعى تنشغل بيهم. لذلك في نفس السورة هنا في أوامر مهمة جدا للحفاظ على نفسية الداعية. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، يبقى هم ممتعين وربنا اللي قدر ده أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم. عندك شعورين، لا حزن مفرط عليهم ولا انبهار بيهم. أنت لازم تتوسط، ما انت ممكن حزنك المفرط هم وهيحصل لهم كذا، لا ما انا محتاج برضو ادعوهم واقاتلهم، وفي نفس الوقت الانبهار، طب وده هنعمل معه ايه وازاي. لا، انت محتاج توازن نفسك، هو مفيش موازنة. لذلك لا تمدن عينيك، الامر اللي جاء قبلها ايه، لقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وانا ما يعني يا جماعة، القرآن يخاطب نفسا بشرية خلقها الله، يعلم مواطن ضعفها. أنا مش ما ينفعش أقول لك لا تمدن عليك وأنا ما تتلكش بديل يسد الجوف ده. هذا الجوف إن لم يملأ بالسبع المثاني والقرآن العظيم أنت هتمد عليك غصب عنك. لكن أنت لذلك ليه ابن عيينة وغيره لما يجي يفسر حديث ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن يفسره بالآية دي، لأنه هو أصلا على خلاف معنى الحديث، هو بيرى ابن عيينة وغيره بيرى أن معنى الحديث ليس منا ما لم يستغني بالقرآن عن غير، بيستدلوا بعض الآثار فيها ضعف، إن من أعطاه الله القرآن ثم رأى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أحدا أفضل منه فقد حقر نعمة الله عليه. أثر بهذا المعنى كثيرة أغلبها فيها ضعف، مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. لكن الحديث في البخاري ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن، أظن ده كمان رأي البخاري واختيار ابن عيينة، قال ليس منا ما لم يستغني بالقرآن عن غيره. وابن حجر أطال في شرح الحديث يعني.
ابن عينة بيرجع للآية دي، بيربط الآية بالحديث. ابن كثير حتى لما قال لا ده مش معنى الحديث، قال بس المعنى ده صحيح، حتى لو الحديث مش معنى كده، بس المعنى ده نفسه في السياق ده، انت عشان ما تمدش عينيك انت محتاج يكون عندك غنى، وإنما الغنى كما قال صلى الله عليه وسلم غنى النفس، لازم يكون عندك حالة من الغنى. وبيروى أثر، وإن كان هيبقى غريب شوية هنا في السياق ده لأن السورة مكية، بس بيروى أثر بيذكره قرطبي وغيره، إن مرت سبع قوافل جاية لليهود، اليهود جاي لهم مدد زي ما يجي لهم من أمريكا كده الوقت، فالمسلمين قاعدين يبصوا على السبع قوافل يتمنوا أن هذه القوافل كانت لهم، فأنزل الله لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدين عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم. وده قد يكون من باب الاستدلال وليس من باب النزول، مش لازم تكون نزلت في هذه اللحظة، لا قرأت عليهم في هذه اللحظة، ده بيسموه التنزيل وليس النزول، يعني احنا بننزل الآية في الواقع ده في اللحظة دي، احنا محتاجين نقرأ الآية دي، ده التنزيل. النزول تكون أول لحظة لنزول هذه الآية في اللحظة دي. فلو السورة مكية والحدث ده مدني وبعض العلماء ربط بيها، هي من باب التنزيل. فأنت في اللحظة إمدادات أمريكا لليهود أنت محتاج وما عندكش بديل، أنت محتاج الآية دي، قد آتيناك سبعا من المثاني، لأن السبع المثاني والقرآن العظيم هو اللي هيصنع الرجال. يعني أتمنى من هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيد، ورجال أمثال أبي عبيدة لن يصنعوا إلا بالوحي، لكن هذه الدنيا قد تأتي وقد تذهب. وانت بتشوف الان الحرب الموجوده ازاي، المجند اليهودي اللي قاعد في دبابه وقاعد محاط بكل الاسلحه وبيجي له المدد ولابس مش عارف ايه ولابس الف حاجه، والتاني طالع بالشبشب بيحاربه وزاده، يعني التاني طالع برابط ايده بتاعه قماشه عشان تعبان وطالع ويواجهه عادي جدا. فما الذي كان في قلب ذلك الرجل؟ فما تيجي تقرأ الوحي أول حاجة بيعد لك الضبط، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية. أنت مستعجل على أهلكهم؟ لا، كل شيء لوقت، ولا كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هم بيسخروا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أنت فرحان بالوحي إنك لمجنون، ومش هنصدق غير لما تجيب لنا آية، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فربنا قال لهم أنا اخترت لهذه الأمة أن تنزل الملائكة بالوحي، والأمم السابقة نزلت الملائكة بالعذاب، أنتوا عايزين نزول الملائكة؟ ما الملائكة لو نزلت ورأيتم الملائكة خلاص حان وقت العذاب. لذلك ربنا جاب نزول ملائكة لسيدنا إبراهيم، فسيدنا إبراهيم لما شاف الملائكة عرف أن في عذاب في نفس السور. لما سيدنا ابراهيم شاف الملائكه عرف ان دول ملائكه، لما ما ادوش ايدهم على الاكل حس ان في هنا دول ممكن ملائكه، ده ممكن يبقى عذاب. انتوا بتستعجلوا بالعذاب؟ من رحمه الله قال له انزل ذلك، اقرا كده الايات، لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكه الا بالحق. حق هنا كوني قدري التعذاب او الشرع الوحي، ولو نزل العذاب وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن اختار الله أن النزول يكون بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، من الكلمات البلاغية اللي سمعتها أن تكرار إنا هنا، أن إعجاز النزول إعجاز وإعجاز الحفظ إعجاز، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. عايزك يعني، أنا عايز تدخلي يبقى بسيط في الآيات، بس أنا عايزك أنت ترجع تصلي بالسورة على بعضها، تشوف هي السورة ودتك فين قبل ما تقول لك فاصدع ونعمل ده في غافر، قبل ما تقول لك في الاخر جات مرتين فاصبر، لكن الثانيه قبل ما تقول لك فاصبر ان وعد الله حق، يعني قبل ما السوره تديك امر انك لازم تصبر، ودتك فين؟ خلتك تشوف ايه عشان لما تقول لك اصبر تقول خلاص انت هتصبر. يعني انا عايز اعلم ابني معنى معين، فخدته فرجته على 50 حاجه وقلت له اعمل كذا، فيقول لي حاضر، هو شاف خلاص. فالقرآن بيعمل ايه فيك؟ يعني بياخدك بيطوف بيك فين عشان لما يديك الامر تكون مؤهل لقبول هذا الامر، ده اللي القرآن بيعمله. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، هما بيستهزئوا بيك وبيقولوا لك يا ايها الذي نزل عليه الذكر، ما هم اصلا بيعملوا كده على طول، ما يقال لك سورة ايه دي الا قيل الرسل من قبلك سورة فصلت، إن ربك لذو مغفرة. جمهور المفسرين ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل، أي من السخرية والتهذيب،
وبعضهم قال لا تكملت الآية إن ربنا ذو مغفرة وذو عقاب أليم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك كما كذب أقوام السابقين وسخروا، كذلك الله سبحانه وتعالى أدخل في قلوب هؤلاء التكذيب والسخرية. هنا القرآن بيعلمك الجمع في النظر للأحداث بعيني القدر والشرع. مهم جدا انك تتعلم النظرة دي، انك تنظر للشيء بعين شرعية، يعني تحكم على الشيء ده حلال حرام، تعمل ايه، تقدم تتأخر، والقدر انك ترى فعل الله في الأمر، تقاتل الكافر وترى تقدير الله عليه ذلك ولطف الله. انت عندك العينين، يعني انت ممكن والقدر يكمل الشرع. انت ممكن يكون مثلا واحد شغال في الدعوة، الواحد ده عنده نوع من التساهل الدعوي وانت عندك عليه انتقادات، ده المستوى الشرعي. ربنا قدر ده عمل نوع من انتشار الدين اكتر، وانت شرعا مطالب تنتقده وشايف ان القدر هيصب في صالحك. وده موجود كتير، ان كتير من العلماء يقول لك ازاي تتعلم تنظر للامر بنظرة قدرية ونظرة شرعية. انت حد ظلمك، نظرة شرعية انك حقك تاخد حقك منه، ونظرة قدرية ربنا قدر عليك ده مش جائز بذنوبك، تقعد تتأمل، فده يخفف عليك شوية الأمر. نكمل سياق الآيات. وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. زي في الزخرف ومضى مثل الأولين، سنة الله ماضية فيهم كما مضت في السابقين. بعض المسلمين ممكن يسمع طلب المشركين يقول طب مش جايز لو نزل عليهم الملائكة يؤمنوا، طب مش يعني، وده بيقع في، وده القرآن رد عليه كثيرا، ما يقع في صدور بعض المؤمنين أنهم كانوا يتمنون آية حسية. تخيل أنت عايز واحد أسلم وجزء كبير من أهله مشركين، أبوه أو ابنه أو وأبوه أو ابنه يقول له أنا نفسي أؤمن بس هات لي آية حسية واحدة، فالمؤمن ممكن يتضغط، يعني أبوه أو حد من أقاربه يخلد في النار ويقول لك أنا عايز أصدقك والله بس هات لي أي حسية واحدة. فده ممكن تتضغط وتظن إن هو فعلا لو جبنا له أي حسية واحدة هيؤمن. وربنا لهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. سورة الأنعام من أكثر السورة ردت على المعنى ده. فربنا سواء بيخاطب المشرك عشان يبين هو كذاب أو يخاطب المؤمن ليطمئنه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو عايز آية، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هو ربنا قال لك بص في السماء، الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض. يعني الآية 39 قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الشيطان عايزك تبص ما تنظرش إلى آيات الله. فهم أنتوا عايزين آية، طب الكون مليان آيات. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع والأرض مددناها وإن شاء الله عندنا خزائنه إلى قوله سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا اللفظ أيضا من مفردات سورة الحجر اللي هو صلصال حمأ مسنون، وأظن أنا مش متذكر كلمة نار السموم، لو حد يعملنا بحث كده هل موجودة في سورة تانية إلا في الحجر خلق الجان من نار السموم، هل موجودة في سورة تانية؟ فده من، وده احنا قلنا من وسائل فهم جو السورة تبحث عن مفرداتها، الكلمة التي لم تأتي إلا في هذه السورة. وده شيء يعني ممكن تيجي كلمة ما تجيش غير في السورة، فعل مثلا تمام فساهم، فكان كان في بتوع المعاملات الماليه بيتكلموا على لفظ يقول لك لم ياتي الا مع قصه نبي فساهم، لكن ده معنى متكرر الخلق، بدايه الخلق خلق الانسان وخلق الجان، فان الماده لا تذكر بهذا التفصيل الا هنا. هنا في معركه مهمه بقى، ان في معركه ما بين الحمأ المسنون الصلصال اللي بيصدر صوت لأنه هو أجوف، ولو ترك يتعفن وينتن ويتغير، ده معنى صلصال حمأ مسنون، وقيل مصبوب، مصبوب بياخد شكل اللي هيتصب فيه
وقيل ترك فترة طويلة لم يتسنه لم يتغير، يعني مسنون قيل تغير وتعفن وأنتن وخرجت منه ريحة. ده الإنسان قبل الوحي، ركز، ده الإنسان قبل الوحي، قبله لقد أتيناك سبعة من المثاني. الجان هنا نار الإيه؟ من معاني السموم اللي هي الاختراق، اللي هي المسام، هي بتنفذ من المسام. فهذا الشيطان بيخترق الإنسان ويدخل داخل هذا الجسد المتعفن المنتن ويزيده عفن، وعايز يمنع دخول، وده معنى الحجر، عايز يمنع دخول الوحي ليك. فربنا قالك في نفس الصورة اللي فيها صلصال حمام مسنون، قال ولقد أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. فاختيار لحظة الخلق هنا أو المادة ديت هنا لها دلالة ضمن السورة. وبعد كده رفض ربنا بيذكرك بأصل المعركة. القرآن من أهم أهدافه إنه دايما بيخرجك من المعركة الصغيرة اللي انت عايشها، يخليك تبص للمعركة الكبرى. تاني، القرآن يبين لك أن هذه المعركة التي تخوضها الآن مع المشركين مع الملاحدة مع اليهود، ركز، هي جزء من معركة كبرى قديمة، عشان بس ما تبقاش انت ايه منحصر في الدائرة دي بس، او الخطورة اللي ممكن انت تحود المعركة بتاعتك الصغيرة تقول لا اصل دي ارض قومية اصل احنا بنعارك عشان كذا. لا، المعركة دي هي جزء من معركة كبرى انت واقف في صف وقف فيه المرسلون والانبياء، واصلا بداية المعركة اللي كان عدوك الشيطان. فانت القرآن دايما بيذكرك، يذكرك القرآن ان هذه المعركة التي تخوضها مع أهل الباطل هي جزء من معركة كبرى وجنود تانية لله جنود السماوات والأرض، فبيوسع أفقك. فلما تخسر في مرحلة من المراحل انت فاهم بداية المعركة وفاهم النهاية، خلاص بيذوب الدجال وبيموت الدجال كالملح في النهاية خلاص ويختبئ اليهود، انت فاهم بداية المعركة وفاهم نهاية المعركة، فانت مطمئن ولا تنشغل بجزئيات بالمراحل المعركة الصغيرة. واضح؟ وبعد كده ايه، ان عليك اللعنة الى يوم الدين، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. هنا بيقول لك وسائل عدوك، ادرس، يعني زي ما عدوك بيدرسك وعارف مناطق القوة ومناطق الضعف، اعرف عدوك. لأزينن لهم في الارض، التزيين والإغواء، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله سبحانه وتعالى، قال هذا صراط علي مستقيم. يعني إيه؟ فيها ثلاث أقوال، أن السير إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تصل إليه، هذا صراط إلي مستقيم، ده معنى إن علي بمعنى إلي، وده اختيار الطبري. يعني أنا لا، ده قول موجود، قول يعني كثير من أهل العلم. قول الثاني، هذا صراط علي يوجب الله على نفسه أنه ينقذ المخلصين. فلما قال إلا عبادك منه، قال الله هذا صراط علي مستقيم، ده من سنة الله أن ينقذ المخلصين المخلصين، أوجب الله على نفسه ذلك. وقول الثالث مبني على قراءة، صراط علي مستقيم، في السير الله سبحانه وتعالى، طريق الله طريق علي. وده ترتيب الأقوال حسب قوتها في كتب التفسير. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم تذكير النهايات. وبعدين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي. طبعا أنت الصورة مليانة تفاصيل، لما واحد يكون في قمة التعذيب والاستضعاف والآلام والفقر والضنك ويسمع لا يمسهم فيها نصب وهو ممكن معرض للهجرة وما هم منها بمخرجين، يعني الواقع الآيات على الذي يعاني الآلام مختلف، اللي عايش آلام معينة واقع الآيات عليه مختلف. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، ونبيهم عن ضيف، أنتوا كنتوا عايزين ملائكة، طب ملائكة نزلت لسيدنا إبراهيم. فلما علم أنه من الملائكة عرف أن في عذاب، والملائكة تنزل بالبشرى وبالعذاب، فبشرت إبراهيم وأهلكت قوم لوط، والملائكة نزلت بالوحي، لماذا تستعجلون العذاب؟ نزلت لكم بالبشرة، لماذا تستعجلون؟ الملائكة يعني نزلت ببشرة لإبراهيم وبعذاب على قوم لوط. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر وفيما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه، إنسان لا يفقد الأمل أبدا مهما كان مستضعف، مهما لا يفقد الأمل أبدا. ثم قصة قوم لوط ودينهما، يعني أصبحوا في حالة من السكرة والعمى والفتنة.
لدرجة ان وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء يعني عذبهم بكرة الصبح، هو قاعد طول الليل بيلعب ويعبث وعايز يمارس الفحش، وجاء اهل المدينة يستبشروا، جايين بيهزروا ويضحكوا عشان يمارسوا الفحشة، هو عذبه الصبح. واتقوا الله ولا تخزون، اولم ننهك، قالوا اولم ننهك عن العالمين. التفصيل ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى، انتوا عايزين ايات؟ ربنا وراكم الايات الكونية، وراكم ايات الامم السابقة، ذلك تأكيد بعد كل قوم، بعد قصة قوم لوط، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم، بقايا الأقوام موجودين. اللي بعد كده، وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقم، وإنهما لبإمام مبين، بإمام مبين قيل على طريق واضح، إمام هنا قيل بمعنى طريق، وإنهما يا إما قوم لوط وقوم شعيب أماكن عذابهم موجودة. واللي بعد كده، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لأن إحنا شرحنا ليه هنا جت آمنين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وجت في الشعراء هناك لها دلالة على حسب سياق سورة الشعراء، هناك فارهين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي الآخر هذا الأمر يكون ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، الكون ليس عبثا، لا أنت اللي هتحدد مكان العذاب ولا موعد العذاب ولا مين اللي هيموت ولا مين اللي هيسلم، كل شيء بقدر عند الله سبحانه وتعالى. دورك احفظ النعمة التي أنزلها الله لك، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وده يساعد الإنسان أن يكمل، فاصفح الصفحة الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ودائما الإنسان يفكر فيما يفقده، يترك الذي معه. انت ربنا اداك ادوات هي بسيطة، معك مجموعة من فقراء المسلمين، واخفض جناحك للمؤمنين، زي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ليه؟ هو هنا يريد زينة للقتال، فانت ركز في اللي معك، هو اللي يفتح به ان شاء الله. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين إما اقتسموا الكلام في القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، ولو قلنا القرآن هنا بمعنى العام يعني كل ما أنزله الله، فقال لك اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، اليهود آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. أو المقتسمين كما قلنا اقتسموا الكلام في القرآن، ده يقول كذا وده يقول ساحر وده، بيوزعوا الشبهات على بعض. عارف الواحد مثلا ايه هيعملوا حاجة، انت تطعن في البخاري واحنا ده يطعن في القرآن وده يطعن في السنة وده يطعن في أبي هريرة، يقسموا الشبهات على بعض. او مداخل مكة، المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. النهاية بعد التطويف ده سنة الله في الأمم السابقة، والنهاية يأتي يوم يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين، وتوضيح حالهم ومآلهم وحال الأمم السابقة، والآيات المبثوثة في الكون، ونعمة ربنا اللي معاك. محتاج تاخد خطوة للأمام. تاخد خطوة للأمام ازاي؟ اصدع بما تؤمر، دور على حاجز معين تستطيع انك تكسره وتكسره، ما تقبلش بالوقوف في نفس النقطة اللي انت فيها، وفي نفس الوقت انت مش عارف تاخد قفزة للتمكين، اصدع بما تؤمر. لذلك هنا قالوا كتير من المفسرين ان دي كانت نقلة من الدعوة السرية للدعوة الجهرية، على قول يعني. ايوه بس ايه اللي حصل يعني؟ ما احنا فضلنا بعدها كام سنه برضو معذبين في مكه، بس حصل نقله. بعضهم قال ان دي كانت الصلاه عند الكعبه، يعني كان الصلاه في البيوت، هنا خد قرار الصلاه عند الكعبه. بعضهم قال ده الجهر بالدعوه، انه يقف يدعو في مكه قدام الناس. ايا كان، ان هنا في قرار بنقله معينه، حتى لو ما احدثتش هذه النقله تغييرا كليا شاملا، مش مهم، بس في نقله معينه، ده المطلوب في الوقت ده، انك انت تبحث عن شيء تعمل فيه نوع من الشرخ هنا عشان تاخد خطوه للامام ولو شبر. ترجع تقرا اول سوره من آل حميم، وده واجب بقى عملي عليكم. شوف قبل ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر، يعني ما تيجي نروح بسرعه غافر، وغافر زي ما قلنا اول بدايات حميم، وزي ما قلنا انت لما عايز تعرف الواقع والمشكله اللي بتعالجها السور المقطعه بتبص على اول سوره، يعني عايز تبص على الف لام راء بتبص على يونس، هنا بتبص على غافر. الواقع ايه في غافر؟ بعد المقدمه ايه 4، ما يجادل في ايات الله، يبقى احنا داخلين معركه مجادله في ايات الله. مين اللي بيجادلنا؟ الذين كفروا. وضعهم ايه؟ فلا يغررك تقلبهم في البلاد،
يبقى ناس معهم قوة يتقلبوا في البلاد براحته، كفار بيجادلك في آيات الله. ده المعركة اللي انت بتاخدها في آل حميم، خلاص. ولذلك لفظ الجدال تكرر في السور. شوف قبل ما ربنا يقول اي معنى، سواء وعد مثلا، قبل ما ربنا يقول إنا لننصر رسلنا، قبل ما ربنا يقول في آية 77، شوف آية 77، فاصبر. ذلك الفاء اللي بتيجي في نهايات السور ديت دي فيها نوع من التعقيب، يعني فإذا علمت كل ما قد قيل لك في هذه السورة فافعل كذا، ده نوع من التعقيب على كلام قيل. فبالتالي لذلك مثلا بعض العلماء يقول لك فاصدع، أي فإذا علمت أن، حاول يربطها باللي قبلها بشوية، أن الله أتاك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وأن ما معهم لن يقف أمام هذا الوحي فاصدع بما تؤمر، يعني رجع قبلها بكم آية. وأنا أميل أن هي بتجمع المعاني التي قيلت في السورة قبل ما ربنا يقول فاصبر إن وعد الله حق. أيوة، إيه المعاني، وركز، إيه المعاني اللي النفس البشرية محتاجاها عشان تصبر بيقين أن وعد الله حق، مش بس تصبر. يعني أنا الصبر ده نوع من الـ يعني الثبات، يعني أنا مش عارف، مش بتحرك. يعني الصبر ده واحد يقول لي اصبر، أيوة يعني هعمل إيه يعني؟ الناس متصورة ايه ان دايما اعمل كذا اتحرك، لأوقات انت في اشياء انت بتيجي اوقات تصبر تعرفش تاخد خطوة حتى. طب انا عشان اصبر واكون في اللحظة دي وانا صابر موقن، ايماني لا يهتز، ما المعاني التي تحتاجها النفس البشرية لتصبر موقنة ان وعد الله حق؟ دي اللي مفتوحة في سورة غفر. يعني القرآن طوف بك ودك فيه، يعني القرآن خدك من ايدك كده، فرجك على ايه وسمعك ايه عشان في الاخر يقولك فاصبر فتصبر، وتكمل بعد فاصبر ان تكمل تختم بقى السورة. وفعلا يعني هتجد اشياء بديعة، بس اقرأها بتمهل ومصلي بيها قيام الليل اكتر من مرة. لما تكتشف هذه المعاني في السور تقول ايه ده، امال انا كنت مضيع عمري في ايه، امال انا هجيب ثبات منين. يعني ما تقعد صورة مكية زي الحجر أو أطول شوية زي غافر وتكتشف إن هي عايزة منك مجهود، عايزة منك أسبوع واثنين وثلاثة وتصلي وتحفظ وتنساها وتقرأ تفسيرها وكلمة مش فاهمها وتجيب تفسير تاني وتقوم تتدرسها مع إخوانك، إيه ده، أمال أنا كنت مضيع عمري في إيه، أمال أنا كنت هجيب معاني أثبت بيها في الواقع المتقلب ده منين، هجيب منين. يعني الدرس، ما هو الدرس بيذوب المعاني، يعني الكلام بينسي بعضه بعض، انا بقعد اقول كلام واحكي قصص وتتوه مني وخلاص وتبقى نايم ومروح وضاع الدرس. فين اللي في قلبك؟ المعنى اللي انت هتكرره، المعنى اللي ربنا اراد انه يظل يكرر في كل صلاة. يعني انت مش لما بتخلص المصحف، يعني في كتاب بتخلصه، اول ما بتخلصه بتقوم ايه كاتب في الاخر ايه تم مثلا في يوم كذا، وتمضي وخلصت ايه قريته في 27/15/1740، خلاص كده انت خلصت وخلاص ترجعلوش تاني بقى، وتيجي حد يزورك تقول له يا شوف انا قرأت. والله انت بتعملش ده في المصحف، انت بتوصل لسورة الناس بتعمل ايه، بتكمل تقرأ تاني. مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها وما يقرأ القرآن لك ايه لا اصلا انا قرأته، ايوه انا عارف انا قرأته، اي ما هو انت هتعمل ايه يعني، اللي هيقوم هيصلي هيقرا منين يعني، ما يقرا القران. ربنا اختار ان في معاني تظل تكرر على مسامعنا وعلى قلبك الى يوم القيامه، هي دي المعاني المركزيه اللي انت محتاجها. الباقي انت محتاجه، طبعا انت محتاجه، انا محتاج السنه ومحتاج كلام السلف ومحتاج العلم، لكن ايه بقى الشيء اللي انت تقوم به؟ عايز تقوم بالليل في حاجه، عايز تقعد تقراها وانت واقف ومركز، و إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ربنا اختار لك توقيت معين مناسب هنا هتقرأ القرآن. المعاني دي احنا فين منها؟ ما الذي أعطيناها من عمرنا؟ انت تعطي هذا الوقت، خلاص انت سمعت الدرس ده أحد الوسائل المعينة لفهم هذا الكلام، كلام الملك سبحانه وتعالى، لكن لا بد من أوقات ومن مجهود ومن أعمار تبذل لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.